السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ شخباركم؟ أمكم هانية؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي درتم مع الصيام؟ كي داز نهاراتكم تاع الصيام؟ ايوا إن شاء الله الله يدوزوا على خير يا ربي، باش ما تمنيتو إن شاء الله. حنا المهم الحمد لله كل شيء بخير، كل شيء على خير. باقي الجو عندنا بارد، تقولي يلا الشتا بدات. مي قالوا لي حتى المغرب راه طايحه فيه شي اشتواء ومبرد الحال. ايوا الحمد لله الله يدوزو بخير وعلى خير ان شاء الله. الوغ اليوم ما غادي نشارك معكم واحد المشروب اللي موالفه كنديرو الصراحه، ولقيت عليه واحد النتيجه زوينه ومفعول ديالو جيد جيد جدا الصراحه. يعني كل ما جربتوش وما ما لقيتوش مزيان وكل شيء ما نشاركوش معكم. الوغ شنو هو هذا المشروب؟ هاد المشروب كيليق بزاف للي عنده المشكل تاع الجهاز الهضمي، يعني ما كي ما عنده ما كتهضمش، عنده المشكل تاع ليزانتيستا، يعني كيكون عنده هذاك الغازات، كيكون عنده النفخ في الكرش سواء برمضان اولا بلا رمضان. المهم هذاك المشكل كيجي بزاف من الجهاز الهضمي. وهذا المشروب صراحة راه مفيد بزاف بزاف اللي عنده بحال هاد الحالة هادي. كينفع حتى هكذا في رمضان، كيساعدكم على الهضم، كيساعدكم على هذاك الانتفاخات والغازات اللي تيكونوا، ومن الاحسن يكون يعني مزيان هكذا يتشرب في الاول ديال الفطور، حيت دابا رمضان كاين اللي كيسبق هذاك العصير تاع الليمون، كاين اللي يسبق الحليب، كاين اللي يسبق العصير بارد، وهذا غير صراحه غير منصح به في زعما في رمضان، حيت تكون المعده يعني في الصيام والمصارن في الصيام، ومن بعد كنعطيوها واحد الحاجه بارده اللي كتزيد انها تزيد تضر هذاك، تزيد زعما غير في الضرر. من الاحسن لو ما يتشرب هكا مشروب بحال دي تيزان هكذا دافيين، ولا يتشرب الواحد يسبق اتاي، يسبق شي شوربه خفيفه عاد ديك الساعات يدير، ولا حتى الماء، يعني الماء المهم خاص يكون دافي، ما يكونش هذاك المشروبات الغازيه ولا حاجه تكون بارده لا. المهم هذا المشروب شنو غادي نحتاجو فيه؟ عندنا نوافع. شنو هما النوافع؟ نتمنى نكون باين لكم. المهم عندي هنا الكرويه، ها هي دايره بحال الحبوب ديالها بحال الكمون. عندي هنا الكرويه، عندي هنا شويه، هنا شويه اللويزه، وهنا شويه تاع هذا، شويه تاع الزعتر. عندي هنا حبه حلاوه، عندي هنا زريعه البسباس، هذه هي زريعه البسباس، يعني نافع البلدي، بلدي دو شي البلدي، ها هو رقيق تيكون. هادي تيقول لها زريعة البسباس، تعطي ريحتها مجهدة وزوينة زوينة بزاف بزاف. المهم هذا هو النافع أو زريعة البسباس، يلا صيفطوه ليا من المغرب، شكرا بزاف رشيدة. وهذا النافع البلدي حتى هو نوع من أنواع زريعة البسباس، غير هو تيكون هكذا شوية الحبات ديالو شوية غليظة. وعندنا هنا القزبور حبوب، هاد القزبر حبوب حتى هو المنافع ديالو راه كثيره في الهضم، في شحال من حاجه، الفقر الدم، يعني بزاف د الحوايج. المهم هادو هما سميتو اللي عنده المشكل تاع الزعتر واللويزه يقدر يستغنى عليهم، ما عندوش ما كاين حتى شي مشكل. وهنا عندنا عرقسوس، هاد عرقسوس هذا راه رائع 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 بزاف بزاف، سيرتو اللي عنده المشكل ديال يعني جرثومه المعده، هاد العرقسوس راه غير بوحدو مهم بزاف، يعني تطحن وتشرب معلقه قبل كل وجبه راه مخير صراحه، يعني انا الحمد لله لقيت عليه صحتي بزاف. وعندنا هنايا الباديان او النجيمه. الوغ نتوما عادي على حسب على حسب يعني واش تبغيو تحضروه للاشخاص كلها اللي عندكم في الدار، ولا غير داك الشخص اللي كيعاني من هذاك المشكل. المهم تقدروا يعني توجدوا غير القياس اللي نتوما غادي تشربوا، بحال مثلا جوج كيسان، وحده قبل الفطور وحده هكذا، يا اما قبل العشاء يا اما مورا العشاء. المهم هادشي اللي كيكون ديروه شويه، ولا بغيتو ديروا واحد الكميه تاع يومين او 3 ايام ديروها وتبقى في الثلاجه، يعني فاش تبغيو تشربوها دفيوها شويه ومن بعد تشربوها. صافي دابا غادي نمشي نجيب الماء سخون ونحط. صافي انا جبت الماء السخون، غادي ندير شويه تاع الكرويه، غادي ندير غير قياس ديالي انا، ندير غير شويه. عندي هنا شويه تاع القزبر حبوب،
شويه تاع حبه حلاوه، شويه تاع النافع، شويه ديال، وعندي هنايا هذاك عرق سوسه وفرته هنايا اللي يقدر يطحنو يطحنو، كيتطحن فاسيلمون، كيتطحن دغيا زعما ماشي. وندير هنا واحد الباديانه، هيا صافي نخوي عليه الماء طيب. بسم الله نخليه بحال مثلا بغيتو هكذا للفطور، تصبقوه في يعني في وقت الفطور، ديروه في الصباح وخليه يطلق مزيان حتى تقربوا تشربوه وتدفيه وتشربوه، المهم غير يكون غير دافي. صافي هذا هو المشروب ديالنا، كيجي على هذا الشكل وكيبقى يطلق هاد النافع وهاد كاع لي زانغغيديون دو كيطلقوا وكيكون واحد المذاق ديالهم زوين صراحه وحلو. وان شاء الله ما سماو النوافع حتى كانت ينفع ان شاء الله، الله ينفعنا وينفعكم. ودابا غادي ندوزو، ما حدنا حتى نهضروا على هادشي ديال الجهاز الهضمي، غادي ندوزو لواحد العصير خالي من ماده اللاكتوز او مشتقات، يعني مشتقات الحليب او الليمون، المهم تيكون عنده حساسيه الليمون، حساسيه الحامض او حتى الحساسيه تاع الحليب. هذا العصير هذا راه المهم تاهو زوين صراحه ومفيد لهذا المشكل ديال الجهاز الهضمي. الوغ العصير ديالنا غادي نحتاجو فيه ان شاء الله، غادي نحتاجو فيه عندنا هنا تفاحه، عندنا بنانه، عندنا هنا التمر، عندنا البرقوق، برقوق الناشف، وهذا عندنا الزبيب سواء اللي متوفر عندكم الابيض او الاسود، هنا الزبيب الابيض او الاسود. عندنا هنا زهره الكركدي، ها معروفه زهره الكركدي، وهذه سميتها الفوه، عشبه الفوه، ها هي ها كتكون حمراء، هذه مزيانه بزاف اللي عنده مشكل تاع فقر الدم، عنده مشكل ديال البوصفير، عنده المشكل يعني سيرتو كيديرها بزاف للنفيسه فاش يلا كتولد كيعطيوها ليها بزاف مع الحليب باش زعما كدير الحليب والنفيسه كتحيد منها ديك الصفوره تاع التنفس. انايا المهم كنستعملها بزاف لان كي كتعرفوا المشكل عندكم الجهاز الهضمي او جرثومه المعده راه في هي كتسبب فقر الدم، داكشي علاش انايا كنستعمل بزاف هادو، لان فعلا وصلت بها لحاله انني تعرضت لفقر الدم بسبب جرثومه المعده، الله ينجينا وينجيكم منها. وصافي تبعت يعني بحال هاد المشروبات هكذا، درت ريجيم ديالي والحمد لله دابا راه الحمد لله بخير وعلى خير. المهم عندي بزاف بزاف تاع المشروبات اللي كندير، هذا من بينهم. مره اخرى ان شاء الله كل مره نقول لكم يعني المشروب العصير اللي كندير المشكل ديال فقر الدم او اللي تعرضت ليه بسبب جرثومه المعده. الوغ هادو عادي نديرهم هنا، هاد الفوه وهاد الكركدي. هاد الكركدي سبحان الله العظيم راه واحد فيه واحد المذاق واحد زوين اسيد، هو بحال شويه غادي الحموضه وكيطلق واحد اللون، راه كاين اللي كيديروا كاع مع الحنه باش يدير واحد اللون في الشعر ديالو يكون اكاجو، يعني داك الحمور يلتزم كاين كيبغي يديرها في شعره، يعني كاين كيدير هاد الكركدي مع الحنه، ولكن هو مشروب بزاف يعني كمشروب صحي بزاف. صافي هادو عادي نخوي لهم الماء طايب ونغليه. بسم الله المهم راه منقيين منقيين زعما ما فيهم حتى شي حاجه. صافي وهاد الفوه راني مسحتها من ديك الغبره وكلشي. صافي دابا غادي نخليه نغلي حتى يطلقوا مزيان، وهذاك الماء ديالهم هو اللي غادي نطحن به هاد العناصر الاخرى. هذا غادي نحيد العظم هو والتمر، التفاحه غادي نقشرها وهي والبنانه نقطعهم، وصافي ونرجعوا باش نديروا العصير ديالنا. صافي هذاك الفوه والكركدي من بعد ما غليتو كيولي على هاد تيولي هكا اللون ديالو، تيولي اللون ديالو بحال البربه سبحان الله العظيم، ها الحموريه هكا. صافي غادي نديرو هنا في الخلاط، بسم الله ندير الماء وندير هذاك
هنا صافي ونديرو يتطحن. صافي العصير ديالي ها هو وجد على هذا الشكل. والاخر درتو بعصير الليمون، يعني ما درتش فيه داك ما درتش فيه الفوا والكركدي، ولكن درت البنان والتفاح والتمر والزبيب وسميتو، وطحنتو مع البرتقال اللي ما يبغيش المذاق ديال الماء. صافي العصير ديالي كيجي على هذا الشكل. بسم الله، اللي بغاه ثقيل راه غادي يخليه ثقيل، واللي بغاه جاري يزيد فيه شويه تاع الماء. وهذا تاع البرتقال، فوالا هذا هو العواصر ديالي تاع اليوم، شاركتهم معكم هو المشروب. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوهم وتردوا عليا الخبر الى لاقوا لكم. شكرا على المشاهده، والى فلوق جديد ان شاء الله وفيديو جديد.